أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الكرام، أينما كنتم، موضوعنا اليوم إن شاء الله حواري رسول الله محمد، وأنصاره هم حواري عيسى رسول الله، يفتحون مع الإمام المهدي الشرق والغرب بعد فتح القسطنطينية قسنطينة الجزائر عاصمة البربر. تهيئوا لمجيء المسيح الثاني الذي يهيئ لنزول المسيح الأول الذي سيهيئ لمجيء الله ليوم الحساب. فقد آن أوان مملكة الله وتأسيسها ولاية الله في القرآن. تقول نبوءة عن الفرشيش عند حصول بعض الهجمات الإرهابية من الدول العربية علينا. تقول شريك الطير في سيعيش، نوت منه الهوايش، سيل فكرور رب الريش، المتخلفين العرب، وجايكم معاه في الطايش، قولهم يا مغاليش تخرجوا منها عطايش، كنكونش الرب ما يبيش، بعيني يريدكم طايش، راي ليكم فرشيش وانتمنوا من العشيش. فعلا لم تبقى للفرشيش عشة واحدة، كانوا يعيشون في الخيام، فأصبحت بلادهم الآن مدينة وقصور من فضل الله. وهذا الأمر وعدنا به في التوراة والإنجيل والقرآن، أن رجال الأرض المقدسة هم الذين سيحيون الأرض المقدسة وسيحيون شعائر الله في الأرض المقدسة التي هي تارشيش تونس. ما معنى الحواريون؟ لكل رسول حواريون، وهم الأفضل عند وجود الرسول. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا ما قال رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فسر القرآن ما معنى الصراط المستقيم، أي مركز عبادة الله، الأرض المحشر والمنشر التي فيها صراط المعراج الذي تعرج فيه الملائكة وتنزل من السماء إلى الأرض. فتلك هي أرض الصراط المستقيم، ونحن 1400 سنة ننادي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وهو قد استجاب الله إلى دعائنا، والذي دعا به رسولنا ليلة الإسراء عند الصراط المستقيم. فقال اهدنا الصراط المستقيم، وفعلا هدانا الله إلى الصراط المستقيم، وهذا هو الصراط المستقيم بجبل قاف الأعراف ثمانية أعراف التي سيرس عليها عرش الله يوم الحساب. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لما بدأ اليهود في إلصاق تهمة ربوبية عيسى رسول الله عليه وأم الصلاة والسلام بعد أن رفض ما دعوه إليه أن يجمع الناس ويؤسس لحرب في الأرض المقدسة ضد الرومان، هو يعرف جليا أن الرومان سيمكثون في الأرض المقدسة 399 سنوات، بعدها تأتي الدولة البربرية البيزنطية المؤمنة لتحل محل الرومان وتقهر الرومان. وما كان عليه أن يدعو لشيء لا توجد فيه منفعة، لا منفعة فيه ولا أجر، إلا قتل المؤمنين هكذا دون أي شيء باطلا. فعندها أرادوا أن يلصقوا به الربوبية،
وينادونه يا ابن الله أو يا أيها الرب، حتى أن منهم من يسجد إليه. وانتشرت تلك الصفة بين الناس، فأصبحوا يرددونها على أنه هو الرب. فنادى عيسى رسول الله في الإفراكسيس، الفرشيش الآن، والذي منهم تلاميذه الإفراكسيس الاثنى عشر تلميذ، وأعلنوا أنهم أنصاره، يعني أعلنوا أنهم أنصاره الموحدون. وهم ما عرفوا بعد ذلك بالأريسيين أو الأريوسيين، سكان الأوراس، سلسلة جبال الأطلس من تونس إلى المغرب. وكانت قادتهم الموريون الفرشيش، لأن منهم 12 تلميذا للمسيح عليه وأمه الصلاة والسلام. وكان ينتقل المسيح عليه الصلاة والسلام من جيجل الجليل الأعلى في الجزائر إلى جابس بالجليل الأسفل، باعتبار الأعلى بالشمال والأسفل بالجنوب. والشمال الأفريقي أعلى من صحراء شمال أفريقيا. وكانت أورشليم بمدينة سلوام القصرين تونس الآن، وأثارها لا تزال باقية ولا تزال تحمل نفس الاسم سلوام. يقولون عنها سيليوم، بينما هو اسمها الحقيقي سلوام، وما زالت التي تحمل ذلك الاسم الذي حملته منذ نشأتها، منذ أن أرست فيها سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، وهي أول مدينة يطلق عليها اسم الله السلام. فكانت أورشليم أو مدينة السلام أو مدينة شاليم. وقد صورت هذه المدينة سنة قبل 2000 سنة، وتحمل نفس الآثار التي كانت عليها الآن. فعندما تقارنها تجد أنها بنيت على نهر جاري، وتجد أن النهر يحيط بها من الشرق ومن الجنوب، وبها بابان، باب من الغرب وباب من الشرق. فأجاب يسوع وقال له: انتظر، أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا تترك حجر على حجر لا ينقض. فقد هدمت المدينة ولم يبقى فيها شيء، والصور في صندوق الوصف ستجدونها إن شاء الله. يطلق لفظ الحواري كذلك على المريد أو التلميذ في التربية الصوفية. قال الجرجاني: المريد عند الصوفية هو المتجرد عن الإرادة. وقاله ابن عربي في اصطلاح الصوفية: وأداب المريد مع شيخه لا تختلف كثيرا عن أداب المتعلم مع معلمه، غير أنه في العلاقة، في علاقة المريد مع الشيخ، تطغى العلاقة الروحية والطاعة الدائمة العمياء وصحة الاعتقاد في الشيخ وقبول كلامه بالإيمان والتسليم. وهي نفس الطريقة مع المسيح وتلاميذه عليه وأمه الصلاة والسلام، إذ أن الصوفية هي الطريقة المسيحية قبل الإسلام. وكان عيسى مبشرا بالملكوت، أي الخلود والعمل مع الله في كل الملكوت الأرضي والسماوي. لذلك كانوا يخرجون من طبيعتهم البشرية حتى يتشبهون ويشبهوا وضعهم الأخير كالملائكة. فالحواريون هم صفوة بني إسرائيل الذين نصر رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام بخروجهم من اليهودية إلى المسيحية، امتثالا لأمر الله في التوراة وعلى لسان رسولهم عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام. وهم الذين ذكرهم القرآن على أنهم الذين أوفوا بعهد الله كاملا بعد إيمانهم بالإسلام وبمحمد وعيسى وبمحمد رسول الله بعد عيسى رسول الله عليهما وآلهما الصلاة والسلام.
جاء في القرآن: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كتب الله لبني إسرائيل، الذين آمنوا من بني إسرائيل، وليس للذين كفروا من اليهود من بني إسرائيل الذين لم يدخلوا للمسيحية ولا الإسلام، بل للذين آمنوا وهم القبائل البربرية في أفريقيا وأوروبا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني هؤلاء هم الذين تنتظرون الخلاص على أيديهم من بني إسرائيل، وليس الذين يقتلون الأطفال ويخربون البلاد في المشرق. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هؤلاء هم من قوم موسى، نحن البربر في أفريقيا وأوروبا من قوم موسى الذين سنهدي بالحق وبه نعدل. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، ليس اليهود أمما بل البربر أمما. هل ترون أن اليهود أمما؟ أمما يعني دولا، دولا كبرى. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، فبني إسرائيل الذين أتاهم الله ووعدهم الله بملك الأرض هم الذين آمنوا باليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام، وهم البربر. ولا تجد قوما غير الأريسيين أو الأريوسيون حملوا هذا الأمر، ولهذا سمي أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حواريين، لأنهم كانوا أنصاره من دون الناس. ولم يكن من المسيحيين موحدون غير الأريسيين البربر، ولهذا لقبوا أيضا بحواري محمد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني للمسيحيين طبعا، لأن التوراة تخص اليهود فقط، بينما التوراة تخص المسيحيين والمسيحيين والمسلمين أيضا، لأن المسيحيون يؤمنون أيضا بالتوراة، لأن رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام قال لهم: إني جئت مكمل لا أنقذ. وليس كفكر العرب الذين قالوا أن القرآن أنقذ كل ما قبله، وهذا كذب وبهتان على الله ورسوله. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. وقد أخص رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام أهل الصفة من قومه بهذا الأمر، إذ كان لا يفارقهم بأمر من الله، مبشرا إياهم بأنهم حواريه وأنهم أنصاره. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأهل الصفة فقط هم الذين آمنوا بالإسلام، لذلك لا يقدسون فلسطين بل يقدسون تونس. وكان يجلس معهم حتى أن الصحابة أخذتهم الغيرة منهم فقالوا له: اطردهم يا رسول الله، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فرد الله عليهم في القرآن: وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.